السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معادنا النهاردة ان شاء الله مع شيت نمبر 6 تل لسون 3 يونيت 2. قبل ما نبدأ كله بيقول بسم الله يا شباب، يلا بسم الله. قبل ما حل معاك الشيت عاوز اراجع معاك حاجة صغيرة كده يهمني دايما تبقى فاكرها. تمام، احنا اتكلمنا عن النمبرز بتاعتنا وقلنا ان النمبرز دي بتعمل sets، بتعمل مجموعات sets. تمام، اول set قبلتنا كانت counting numbers، اول set قبلتني كانت ال counting numbers، متفقين؟ وقلنا count يعني انا بعد حاجة، يبقى انا هبدأ من 1 2 وهكذا بقى، افضل اكبر 1000 1 مليون، المهم ان انا count ببدا من 1. طيب بعد كده قابلتني ست اكبر منها شويه، عملنا لها سيركل بالمنظر ده، اسمها ايه؟ اسمها natural numbers، natural numbers. طب الناتشرال نمبرز تفرق عن الكاونتينج نمبرز في ايه؟ تفرق انها عندها زيادة عن الكاونتينج نمبرز نمبر زيرو، عندها كل اللي عند الكاونتينج نمبرز وكمان عندها زيرو، متفقين؟ خد بالك هنا وهنا ما عنديش فراكشنز، ما عنديش ديسيمال نمبرز. وبعد كده قابلتني ست اكبر شوية، ست اوف انتجرز، انتجر نمبرز. اخبارها ايه الانتجر نمبرز دي؟ ها ركز معايا وراجع يا ميس، عندها اللي عند الناتشرال وعندها اللي عند الكاونتينج، عندها الوان والتو والثري، عندها الزيرو، ويزيد عليها تكبر عليهم في ايه؟ انها عندها نيجاتيف نمبرز، عندها نيجاتيف نمبرز، نيجاتيف 1، نيجاتيف 100، نيجاتيف 6، نيجاتيف 1 مليون، عندها كل النيجاتيف نمبرز اللي في الدنيا. تمام، بس برضو كل النمبرز اللي عندها هول نمبرز، كلهم هول نمبرز. بعد كده قابلتني اكبر بقى ست اتعلمناها، كبيره جدا جدا جدا، اللي جواها كل الستس الثانيه دي، ست اوف راشونال نمبرز، راشونال نمبرز. خد بالك بقى ان الراشونال نمبرز دي عندها كل اللي عند الستس التانية. طب يزيد عليها ايه؟ يزيد عليها ان عندها فراكشنز وعندها ديسيمالز، عشان كده هي اكبر منهم من كل حاجة بقى، عندها فراكشنز وعندها ديسيمالز، متفقين؟ اكبر ست قابلتني ست اوف راشونال numbers. طيب اتفقنا كمان، اتفقنا كمان واحنا بنتعامل في relation، علاقة between two sets، relation between two sets، بنقول subset and not subset، subset and not subset، متفقين؟ يعني اقول مثلا، مثلا counting numbers is subset of natural numbers، counting سبست من الناتشرال، حتة منها، جزء منها. لكن العكس ما ينفعش، ما ينفعش اقول ان الناتشرال سبست من الكاونتينج، ما ينفعش. فاقول ايه؟ ان الناتشرال نمبر not سبست from the counting numbers. دايما كده الحاجة الصغيرة بتبقى جزء من الكبيرة، لكن ما ينفعش اقول ان الكبير جزء من الصغير، ما ينفعش. الحاجة الصغيرة، المجموعة الصغيرة جزء من المجموعة الكبيرة. تمام كده، وانت بتتعامل مع two sets انت بتستخدم subset and not subset. طيب وانت بتتعامل بقى مع element وset، element يعني number، element انا براجع معاك كلام انت عارفه، element يعني number، اوكي؟ وانت بتتعامل مع element وset، يعني يدي لك مثلا number 2 element اهو، ويكتب لك الناحية التانية counting numbers،
ها بقى معاك element ومعاك set، متفقين؟ بستخدم كلمتين اسمهم belongs or doesn't belong. لو هو موجود عند ال counting numbers هقول belongs، لو التو ده مش موجود هقول doesn't belong. يبقى وانا بتعامل between element وset بستخدم belongs and doesn't belong، متفقين؟ تعال بقى نبدأ نروح نتعامل فعلا مع الشيت بتاعنا بتاع النهاردة. خلاص انا رجعت معاك حاجات كده اساسية كنت عايزة اثبتها معاك. طيب question number one بيقولك choose the correct answer. طيب the number -1.5 in the form of a over b is a. طب انا عايز اكتبه اخد الفورمة بتاعت a over b. طيب اكتبه ازاي؟ طب في ناس طبعا اول ما هتبص كده هتقولي يا ميس ده معناه -15/10. عملوها ازاي؟ شافوا الديسمال بوينت قالوا انها محطوطة after one digit، شالوها وحطوا في الدينومينيتور 10. هقول تاني، شاف الديسمال بوينت قال انها محطوطة after one digit يعني الدينومينيتور بتاعه فيه 10، فشال الديسمال بوينت وحط الدينومينيتور 10. طب في ناس تانية هتفكر انها تحول الديسمال لميكسد الاول، تحول من ديسمال لميكسد، يعني هتقولي -1.5 ده يا ميس، بص كده -1.5 ده يا ميس يعني -1/5/10 ده الاول، وبعد كده هتبدأ بقى ايه تحوله لامبروبر فراكشن. بص النيجاتيف نزلت اهو 1/10 = 10، 10+5 يعني 15/10. طبعا انت بتنزل بملتبلاي وتطلع ببلس، بتنزل بملتبلاي وتطلع ببلس، تمام؟ 1/10 = 10+5 يعني 15/10، واوعى تنسى النيجاتيف. المهم ان اللي عمل كده واللي عمل كده في الحالتين وصل لايه؟ لنيجاتيف 15/10، متفقين؟ نيجاتيف 15/10 اهي. السؤال اللي بعده هنا بيقول the best subset for the number 4 is a. best subset افضل مجموعة تقولي ان الفور ده عندها is a. طب تعال نبص كده على السيتس بتاعتنا. ها احنا اتفقنا واحنا بنقول best subset دي ببدأ من اصغر سيت عندي، لو هو عندها بقول خلاص counting numbers عندك فيها number 4 عشان انا وانا بعد بقول 1 2 3 4 عندي number 4 في counting numbers، يبقى هي دي best subset على طول كده من غير ما تكمل. يميس طب ما هو موجود عند اللي بعدها كمان عند الناتشرال وموجود عند الانتجر، هو لما يقولك best subset لنمبر ابدأ من اصغر سيت عندك، لو عندها قولي هي دي، لو عندها قولي هي دي، متفقين؟ بعد كده بيقولك the smallest positive integer number is smallest positive integer. او حد يقولي zero، او حد يقولي زيرو، عشان الزيرو not positive not negative، لا هو positive ولا هو negative. امال اول positive number بيقابلك اصل ده اللي smallest اللي هو مين؟ 1. سؤال اللي بعده 1/4 + 2/4 + 3/4 + 2/4 الكلام ده equals ايه؟ خد بالك انت عندك ايه؟ عندي like denominator، نزل لي الفور، ابدأ اجمع النيوميريتورز بتاعتك 1+2 3 3+3 6 6+2 8 8/4. طبعا انت مش هتسيبها كده، انت جدع، ها هي improper، انت على طول كده حول، يا تحولها الميكسد يا اما هتدي لك whole number 8/4. لا يا ميس دي هتديني whole number لان 8/4 هي 8/4 8/4 = 2، متفقين؟ طيب بعد كده بيقولك which of the following is the greatest number، مين منهم اكبر number قدامك؟ يميس كلهم negative numbers، كلهم negative numbers، خد بالك بقى، ها كل ما الرقم بتاعك negative ده بيكون كبير كل ما الفاليو بتاعته في الحقيقة بتكون صغيرة. يبقى العكس بقى، يبقى كل ما negative number بتاعك يكون صغير كل ما الفاليو بتاعته تكون كبيرة، متفقين؟ وكل ما هيقرب للزيرو، كل ما النيجاتيف نمبر بتاعك بيقرب من الزيرو على النمبر لاين كل ما الفاليو بتاعته بتكبر. طيب
لما يقولك مين هو ال greatest number فيهم. تعال نشوف كده مين فيهم أقرب واحد من الزيرو على النمبر لاين، أو مين فيهم اللي هيكون موجود on the right بالنسبة لكل النمبرز دي. احنا كده كده عارفين ان انا عندي 2 numbers بيتحطوا او 4 numbers whatever بقى. المهم ان انت النمبر اللي موجود on the right دوت على النمبر لاين بتاعك دايما greater than النمبر اللي موجود on the left. متفقين؟ طيب تعال نبص كده معايا. -2.7 -7.2 -1.2 -2.1. لو اخدت بالك اكبر واحد فيهم واكتر واحد هيبقى قريب من الزيرو على النمبر لاين بتاعك هو -1.2 زيرو، ها -1 -1.2، وبعد كده هيبدا -2 -3 وهكذا بقى. فيبقى اكتر واحد قريب من الزيرو هتلاقي -1.2 اكتر واحد on the right بالنسبة لبقية النمبرز دي، ده الوحيد اللي هتلاقيه on the right. كلهم باقي النمبرز دي هتترص on the left، فده الكبير بتاعهم. طيب هنا بيقولك the greatest common factor of 4 and 9 is a، the greatest common factor لل 4 ولل 9 is a. طيب خد بالك بقى ان ال 4 وال 9 اخبارهم ايه. يميس ال 4 وال 9 دول relatively prime numbers، relatively prime numbers 4 و 9. فلما اسألك عن ال greatest common factor ليهم هيبقى 1. هيبقى ايه 1؟ خليك فاكر، ها relatively prime numbers يبقى ال greatest common factor is 1. متفقين؟ السؤال اللي بعده هو هنا بيقولك right a subset or not subset. على طول كده انا شفت كلمة subset و not ايه subset، يبقى انا فاهم ان هو دلوقتي هيبدأ يسألني في relation between two sets، الناحية دي في set والناحية دي في set، وهو بيقولك بقى قولي relation between the two sets دول. عشان كده استخدم معايا كلمة subset و not subset، subset not subset. اول حاجة معايا set of counting numbers، ايه set of rational numbers. تعال نبص كده counting numbers اهي الصغيرة وراشونال نمبر الكبيرة. احنا اتفقنا الصغير جزء من الكبير، الصغير حتة من الكبير، لكن العكس مش صحيح. يبقى هقول عليها ايه subset counting number subset من الراشونال ايه numbers، يبقى هنا subset. بعد كده set of natural number وايه set of counting numbers. بص كده بيسألك على الناتشرال والكاونتينج، ها ناتشرال وكاونتينج. الكبير ينفع يبقى جزء من الصغير، الناتشرال اكبر ما ينفعش، يبقى not subset not subset. بعد كده set of rational numbers وset of integers. راشونال راشونال دي اكبر واحده عندي يا ميس، وست اوف انتجر تاني. الكبير ينفع يبقى جزء من الصغير ما ينفعش، خليك فاكر كلمه الكبير والصغير دي. الراشونال دي الست الكبيره بتاعتي، ما تنفعش تبقى حته من ست اصغر منها، ما ينفعش. العكس ينفع، الصغير ينفع يبقى حته من الكبير. متفقين؟ ومعنى كده ان الراشونال نوت سبست من ايه من الانتجرز، يبقى not subset. طيب هنا set of integers is a set of rational numbers. اه بص ادك العكس، الانتجر والراشنال الصغير اهو اه حتة من الكبيرة، الانتجر اصغر من مين من الراشنال. واخدين بالكم من الفرق؟ الانتجر موجودة جوه الراشنال حتة منها، الصغير حتة من الكبير حتة منها. اوكي يبقى معنى كده ان انا هقول له subset، معنى كده ان انا هقول له هنا ايه subset. السؤال اللي بعده بيقول لك right belongs or doesn't belong. على طول كده تشوف كلمة belongs و doesn't belong، هو هيسألني في relation between element number and set. number بسميه element and set. متفقين؟ طيب zero to the set of rational number. اوكي بص كده rational number دي كبيرة خالص خالص خالص، اه عندها في زيرو جوه هنا عند الناتشرال، والناتشرال حتة من الراشنال
اه الزيرو موجود طبعا عند الراشونال، موجود يبقى بيلونجس. طب absolute value of negative 7، الاول absolute value of negative 7 الابسوليوت هتشيل ايه؟ هتشيل النيجاتيف، يعني كأنه بيسألك على number 7. طب to the set of natural numbers، ال 7 موجود عند الناتشرال نمبر؟ اه طبعا يا ميس، الناتشرال نمبرز اهي وجواها في الكاونتنج، وانا بعد بال 7 تمام، يبقى موجود، يبقى بيلونجز. طبعا هو حاطط لك كلمه ابسوليوت فاليو للنيجاتيف 7 عشان اللي مش عارف ان الابسوليوت هيطلع لي بوزيتيف نمبر هيقول لا ده نيجاتيف 7 مش موجود عند الناتشرال. بص بيلخبطك ازاي، انما اللي فاهم بقى ان الابسوليوت فاليو هتطلع لي 7 بالبوزيتيف اه هيقول لي belongs طبعا تمام. 2 and half to the set of integers، مس integers ما عندهاش mixed numbers، ما عندهاش، عندها كله whole numbers، يبقى doesn't belong. 15 over 3 to the set of counting numbers، ها قبل ما تقول لي ما عندهاش fractions، قبل ما تقول لي counting ما عندهاش fractions، شوف ينفع تعمل الديفايد ده ولا لا. الاول 15 over 3 يعني 15 divided by 3، 15 divided by 3 يعني ايه؟ يعني 5، الناحية دي فيها 5 موجودة عندك، وانت بتعد في الكاونتنج نمبرز بتلاقي 5، اه بلاقي، يبقى belongs. واخد بالك السؤالين دول لا يخلو منهم امتحان، ان هو يقولك استخدم لي subset و not subset وبيلونجس ودازنت بيلونج، لازم تلاقي سؤال زي ده في الامتحان. هأكد عليك تاني، سبست ونوت سبست ريليشن بتوين تو سيتس، الناحية دي في ست والناحية دي في ست، ساعتها بقول سبست اند نوت سبست. بيلونجس اند دازنت بيلونج، الناحية دي في element والناحية دي في ست، element number يعني والناحية التانية في ست. متفقين يا شباب؟ تعال نشوف السؤال اللي بعده. معنا ستوري بروبلم بيقول لي a factory produces 92 pieces of clothes daily، كل يوم الفاكتوري ده بيقدر ينتج produce يعني بينتج 92 pieces of clothes. How many days does it produce، ومدي لك بقى 4876 pieces of clothes. How many days بيسألك على number of days، يبقى انت محتاج تعمل divide. اوكي هروح اقول له number of days والكلام ده equal، وطبعا عندي long division، عندي long ايه division. طيب معايا 4876، شوف بتأكد كم مرة وانا بكتب النمبرز بتاعتي، divided by 92 divided by 92، ونبدأ بقى نعمل اللونج ديفيجن بتاعنا تمام. طيب اول حاجة الخطوات الثابتة بتاعتي divide multiply minus bring down، تاني حاجة حدد الاتجاه بتاعك from the left to the right، ابدأ جهز لي شوية من التايم تيبل ل 92، ابدأ جهز لي شوية من التايم تيبل للديفايزر بتاعك. طيب 92 multiplied by 1 equals 92، 92 multiplied by 2 equals 2 by 2 4 و 9 by 2 18، 92 multiplied by 3 equals 2 by 3 6 و 9 by 3 27، 92 multiplied by 4 equals 2 by 4 8 و 9 by 4 36، 92 multiplied by 5 equals 2 by 5 10 0 and carry 1 up 9 by 5 45 plus 1 يعني 46. متفقين؟ طيب بعد كده نبدأ بقى الخطوات الثابتة بتاعتنا، احنا جهزنا التايم تيبل بتاعنا، نبدأ خطواتنا الثابتة يا شباب. ها انا معايا ايه؟ طبعا 4 divided by 92 can't be، الفور اصغر، يلا يا اتس عديها. 48 divided by 92 برضو اصغر، يلا يا 7 ادخلي معاهم، فبقى معاك 487 divided by 92. ها عندك هنا برودكت ب 487، ما عنديش يا ميس،
أمال مين يساعدك اللي قبلها على طول ده؟ انت لو زودت دلوقتي وعملت ملتبلايت باي 6 هيدي لك نمبر اكبر من 487، فعشان كده ده اللي هيساعدك. متفقين؟ طيب 92 ده الديفايزر بتاعي، يبقى هروح اكتب الفايف هنا. وكده خلصنا خطوة الديفايد، يبقى 487 ديفايدد باي 92 هيديني 5. ملتبلاي بقى 5 ملتبلايت باي 92 460، ماينس 7 ماينس 0 7، 8 ماينس 6 2، 4 ماينس 4 0. خلاص تكتبها او ما تكتبهاش مش فارق معايا. برينج داون لمين؟ لل 6. وابدا الخطوات بتاعتك من اول وجديد. ديفايد يلا 276 ديفايدد باي 92. بص كده ده موجود عندي اهو، معنى كده ان المساله بتاعتي مش هيطلع فيها ايه ريميندر طبعا. اوكي طيب 92 ده الديفايزر بتاعي، وال 3 هتتكتب هنا. ملتبلاي 3 ملتبلايد باي 92 ب 276، تدور على ماينس. ها طبعا 6 ماينس 6 0، 7 ماينس 7 0، 2 ماينس 2 0. ما عنديش حاجه اعمل لها برينج داون، مسالتي ايه؟ خلصت. كوشنت بتاعك عباره عن 53 دايز. خلصت مساله سهله وبسيطه، وحتى الخطوات بتاعتها خلصت على طول. متفقين؟ ما تنسوش تدعوا لي دعوه حلوه بظهر الغيب، وتكتبوا لي تعليق حلو تشجعوني بيه اكمل معاكم. لايك وشير يا شباب عشان الكل يستفيد. السلام عليكم.